يقولوا اللي كل زوز جمعتهم الصدفة باش يتلاقاو في الدنيا ويحبوا بعضهم ويجمعهم النصيب. ربي جمع أرواحهم ببعضهم الزوز في السماء وكتبهم لبعضهم من قبل ما يجيوا للدنيا. هاك علاش كيف يتقابلوا في الدنيا يحسوا اللي هما يعرفوا بعضهم من قبل، أما كانوا ضايعين وتلاقاو. وسألوا الناس اللي عاشوا القصة تو يجاوبوك، اسألوهم على النظرة الأولى كيفاش كانت، وعلى الابتسامة الأولى كيفاش كانت، ولحظة السلام الأولاني باليدين كيفاش حسوا رواحهم. وقت اللي وقف بيهم الزمن تقول ما فما كان هما في العالم. وسألوهم على قلوبهم وعلى الدقايق كيفاش حسوهم، وعلى العالم كيفاش ولا في عيونهم. هذه حكاية برشا حب مخبي بين القلب والقلب. محلاك والسلام.